عايز اقول كلام مهم جدا. اللي اختار الاسم النص الحلو ده اختيار عبقري، لان انا بتكلم على فكره مش على اي حد، انا بتكلم عن الام، بتكلم عن الزوجه، بتكلم عن الحبيبه، بتكلم عن الاخت، عن الزميله، عن الصديقه، عن زميله الجامعه، عن زميله العمل، عن المراه المتميزه، عن زميلتي في الثوره اللي كانت موجوده على فكره وتعتبر من فرسان الميدان، كتفها بكتف الولد بتزحمه وعندها قضية وعندها هدف، ويمكن في حالات كتيرة جدا كانت بتبقى في الصفوف القدامانية في الوقت اللي كتير جدا من الرجالة كانوا ممكن ان هم يخافوا او يرجعوا ورا. كان عندها حلم وعندها مبدأ وعندها هدف، ما كانتش بتخاف ابدا، عندها حلم ان بلدها تبقى احسن، عندها حلم ان الحرية تبقى ملك للكل، عندها حلم ان العدالة تبقى موجودة والناس كلها تبقى متمتعة بيها. هي المتميزة على فكرة على مدار التاريخ في مجال الحكم، كمان كانت متميزة في مجال القضاء، كانت متميزة في مجال السياسة، كانت متميزة في كل الثورات اللي بلدنا عرفتها، كانت موجودة في الصفوف الأولانية. لما الراجل كان يغيب عن المشهد كانت بتبقى موجودة بتحاول تعوض غيابه عن المشهد، وكانت بتبقى موجودة بشكل قوي جدا. احنا بنتكلم عن النص الحلو، عن المرأة اللي أنا وانتوا وكلنا محتاجين لوجودها في حياتنا. هي مش بس نص المجتمع، الحقيقة بتقول ان هي نص المجتمع ومسؤولة عن النص التاني. في ايديها القرار، ممكن ان هي تسعده لو سمع الكلام، وممكن يحصل حاجات تانية لو ما سمعش الكلام. في كل الاحوال احنا محتاجين لها، ومحتاجين ان احنا نقول لها انت موجودة في حياتنا وانت مهمة جدا جدا. ايه رأيكم في الاسم النص الحلو؟ انتوا النص الحلو؟ طب والنص التاني اخباره ايه؟ طيب كل واحد معاه المايك كده هيقول لي اسمه ايه وفي سنة كام، بس نبدأ كده من هنا، وبعد شوية نسمع من هنا الاسم، وبعد كده ناخد النشرة من رانيا ودنيا، وعندنا كمان فقرة اسأل ماما، وعندنا خمسة سياسة. يعني انا هختار حد منكم كمان هنديله منصب كده لمدة 5 دقايق، يعني اللي بيحب الحاجات ديت يبقى جاهز. يلا قول اسمك ايه. فاطمة. ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا فاطمة؟ 10 سنين. انت اول مرة تجينا البرنامج؟ لا تاني مرة. تاني مرة؟ سجلت معايا قبل كده؟ مش معايا انا؟ طيب اتمنى تكوني مبسوطة ان شاء الله من الحلقة ديت، وتحس ان احنا نتكلم عنك وعن البنات وعن المرأة عموما بشكل يبسطك. انت بقى تجهزي معلومات. يلا اللي بعدك. اسمك ايه؟ سلمى. سمتك جميلة يا سلمى. تحس ان الدنيا كلها بتضحك يعني. عندك كام سنة؟ ايه 8. انتوا شبه بعض. وثمان سنين انتوا توأم؟ لا. توأم؟ لكن اخوات. مش كده؟ مين الأكبر؟ هي عندها كام سنة؟ بسنة ولا ايه؟ لا هي 10 وانا 8. 10 و8. طيب انت كويسه يا سلمى؟ طيب اللي بعد يلا بسرعه. اسمي روان. ازيك روان؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه. كام سنه؟ 10 سنين. حلو قوي تسريحه شعرك جميله. طيب طب ما نحيي كل واحد كده لما يعني لما يقول اسمه نسقف له، ايه رايكم؟ احنا هنسقف الاول 3 تسقيفات لان احنا وقفنا عند روان. يلا مع بعض. كده 3. يلا اللي بعده. لا هنا في مايك، خلي ده معاكي من هنا. يلا. مريم محمد. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. مين اللي عامل الحركات اللذيذه اللي في شعرك دي؟ مامتي. ما ساعدتهاش خالص؟ ساعدتها. والله عملت ايه؟ يعني الضفاير دول كام واحده؟ 6. هنا 3 وهنا 3. وانا شايف في واحده ورا. ولادك كتير بقى. ها؟ انت عملت يعني 3؟ واحدة خضراء. أيوة. واحدة حمراء، واثنين أصفر واثنين أصفر. واثنين أصفر واثنين أصفر. تمام. عندك كام سنة يا مريم؟ عندي 9 سنين. 9 سنين، العمر كله. يلا اللي بعده، وكل واحد يجهز لما يحب يتكلم عن نفسه. أنتوا بنوتات وأنتوا سيدات المستقبل.
هيبقى يقول ايه؟ بس الاول نتعرف كده على الاسم والسن. نغم احمد وعندي 11 سنة. ازيك يا نغم احمد؟ 11 سنة. سارة تامر 11 سنة. ايه الاسماء الجميلة دي؟ اسماء فنانات وكده يعني. اية عصام 12 سنة. اية؟ عصام. اية انت جيتي معايا قبل كده؟ ولا دي أول مرة؟ لا انا جيت معاك. بس قعدت فترة ما تجيش، انت زعلتي مننا ولا حاجة؟ لا. في حد زعلك؟ لا. منك امتحانات بقى ودروس وكده يعني. اوعديني ان شاء الله ان انت تبقي متفوقه باذن الله وتبقى النتيجه كويسه ان شاء الله. خلي بالكم احنا في حلقه من الحلقات هنجيبكم وهنجيب الشهادات وهنقول النتيجه بقى، يعني اللي متميز الناس هتعرف واللي مش متميز الناس هتبقى زعلانه منه. رانيا ودنيا ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويس. جاهزين بالنشره؟ طبعا. تمام. احنا هنتكلم عن مين؟ نتكلم عن المراه، عن النص الحلو. عن النص الحلو. جاهزين؟ طيب تمام كده منورين. طيب نركز كلنا بقى في النشرة كده عشان عندنا معلومات مهمة، وفي ناس كمان مجهزة أغاني، واللي مش هيغني يقول معاهم ويردد معاهم الأغنية ونسقف لهم في النهاية. يلا تفضل. أهلا بكل أصحابي ونشرة جديدة من برنامجنا شقاوة، بس اسمحولي الأول أرحب بصديقتنا دنيا. أهلا بيك يا دنيا. أهلا بيك يا رانيا وبكل أصحابنا. البنت زي الولد مش كمالة عدد، جملة بنرددها كتير، بس يا ترى اللي بيقولها عارف معناه وبيقصده ولا مجرد كلامه بس؟ الحقيقة ان البنت زي الولد يمكن اهم، لانها هي اللي في يوم من الايام تنجب الولد وتتحمل مسؤولية تربيته. صح يا رانيا؟ صح يا دنيا، لان البنت هي الابنة والاخت والزوجة والام، يعني البنت هتبقى في يوم من الايام هي المرأة اي نصف المجتمع، بس مش اي نص، دي النص الحلو. مش بس كده، فمنذ بدء الخليقة والله عز وجل جعل المرأة بجانب الرجل، خلق حواء من ضلع آدم وجعلها شريكته في الحياة سواء داخل الجنة وعندما هبط إلى الأرض، وكانت شريكته في إعمار الكون. ومن أم البشر حواء إلى فترة تاريخية أخرى من حياة الإنسانية، وهي السيدة آسيا زوجة فرعون، واللي احتضنت في بيتها نبي الله موسى وقامت بتربيته وعطفت عليه. ونموذج آخر كالسيدة مريم العذراء أم نبي الله عيسى عليه السلام ومعانته منذ ولادة طفلها والهروب به، والتي أصطفاها الله على نساء العالمين، وجعل الله عز وجل في قرآنه الكريم سورة تحمل اسمها. والسيدة آمنة بنت وهب، والتي حملت في أحشائها أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والذي كان له من الأحاديث والأقوال تدل على تكريمه للمرأة، فقال استوصوا بالقوارير خيرا، وأعطى الإسلام كافة الحقوق للمرأة وجعل لها شأن في الحياة. كما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالجنة، بشر بعض النساء بالجنة أيضا مثل السيدة خديجة والسيدة فاطمة والمرأة السوداء التي صبرت على قضاء الله. وفي مصر كان للمرأة دور بارز ورائد منذ فجر التاريخ، ففي عصر الفراعنة كانت الملكة حتشبسوت واللي حكمت مصر 21 عاما، وفي العصر الروماني كانت كليوباترا أشهر الملكات، وفي الدولة الأيوبية كانت شكرة الدر. هؤلاء النساء حكمنا مصر وفي سابقة تاريخية لم تحدث في مكان في العالم، وكان لهن إنجازات عظيمة في فترات توليهن الحكم. وفي القرن العشرين نجد أسماء نسائية مضيئة لهم بصمات في تاريخ مصر الحديث ودورها في الكفاح من أجل التعليم وحقوق المرأة، فنجد روزا اليوسف رائدة الصحافة المصرية، ونبوية موسى رائدة التعليم والعمل الاجتماعي، وسميرة موسى عالمة الزر. وكان للمرأة دور بارز في الحياة السياسية، فكانت قوية وشجاعة، فمنذ ثورة 19 والتي تعتبر أول مشاركة فعلية للمرأة المصرية بل وعلى مستوى العالم، فخرجت نساء مصر بكل فئتهن وأعمارهن إلى الشوارع بجانب الرجال تهتف من أجل الاستقلال. ومن رموز هذه المرحلة صفية زغلول أم المصريين زوجة الزعيم سعد زغلول وشريكته في الكفاح والنضال من أجل الاستقلال، وهدى شعراوي التي قادت المظاهرات النسائية وقامت بخلع النقاب. ومن ثورة 19 إلى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، حيث أعادت للمرأة الأذهان دورها كنصف المجتمع، فخرجت النساء بالملايين للميادين والشوارع لتشارك في المظاهرات ولتبدي رأيها فيما يحدث في بلدها. وكان للمرأة حضورا طاغيا في الاستفتاءات والانتخابات،
وكلنا شاهدنا طوابير السيدات بكثافة أمام اللجان والإصرار على المشاركة، وده مش غريب على المرأة المصرية، ومنتظرين مشاركة أكبر في الاستفتاءات والانتخابات القادمة. كانت هذه تفاصيل نشرتنا، كان معكم دنيا المغاوري ورانيا عادل. عايز اقول لحضراتكم قبل ما نشوف اي فواصل وقبل ما نتكلم في حلقتنا النهارده ان اصدقائي بعضهم مجهز اغنيه اول فقره في حلقتنا النهارده، يا بنات يا بنات، وانا اول واحد على فكره كمان هسقف لو غنوها كويس. مين اللي هيغنيها؟ نغم ومريم ومين تاني؟ وساره، والباقي هيردوا معاهم. مش كلنا حافظين الاغنيه دي؟ طيب اتفقنا مع بعض، الاغنيه ديت ليكم، فلازم يبقى الصوت قوي مجلجل ويوصل على فكره الرساله اللي بيتفرج على حلقتنا النهارده. اتفقنا؟ يلا، ورانيا كمان على فكره والدنيا هيغنوا معاهم. اتفقنا؟ يلا اتفضل. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه وما دقش الحلويات، حلوه الايام في عينيا علشان خلفت بنيا، ولا شفت الارض اتهدت ولا ملت الحيط علي. سقفوا ورقصوا يا ولاد، الفرح ملوهش معاد، ضحكتها لما اتولدت بتتكتر في الاعياد. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات مشبعش من الحنيه ولا دقش الحلويات، حلوه الايام في عينيا علشان خلفت بنيا، ولا شفت الارض اتهدت ولا ملت الحيط علي. ارقصوا يا ولاد، الفرح ملوش معاد، ضحكتها لما اتولدت في طرف الاعياد. في ناس على فكره حافظه ومذاكره رغم ان الاغنيه، الاغنيه جميله جدا، وسلمى ونغم وساره ونغم ومريم غنوها كويس جدا. رانيا ما كانتش حافظه قوي، ودنيا ما كانتش حافظه قوي، وفي ناس هنا كانت مشغوله بحاجات تانية خالص. طيب احنا هناخد فاصل ونرجع، يكونوا هم جاهزوا، كل واحد لما يحب يتكلم عن المراه هيقول عنها ايه، وايه الرساله اللي هيحاول ان هو يوصلها للمجتمع اللي بيتفرج على الحلقه ديت، المجتمع اللي كان في يوم من الايام المراه كانت بتسمع في الامثال الشعبيه لما خلفت بنيه اتهدت الحيطه عليا، ولما قالوا ده ولد اتشد حيلي واتسند. مسافه كبيره جدا ما بين الكلام اللي كان بيتقال وتربينا عليه وعلى الواقع الحلو اللي المراه اصبحت فيه وبتشارك فيه وبتشارك في صناعته، واللي هي عينيها دايما على بكره. وبنقول لها كمان فرصه، الدستور اتكتب، اقريه كويس جدا وانزلي قولي رايك زي ما انت مقتنعه وزي ما انت شايفه، لانك انت فعلا نص المجتمع ومسؤوله عن النص الثاني، وانت النص الحلو. بعد الفاصل. حبيبي
حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا في البلد حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا اليوم بكيت في بابي بدل اليوم سنة اليوم بكيت في بابي بدل اليوم سنة قلت اه عينيا بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها دي حبيبة امها يا اخواتي بحبها دي حبيبة امها البنات على فكره رغم ان انا بتكلم عنهم وهم دول على فكره ان شاء الله اللي هيصنعوا بكره الحل واخدين الموضوع بقى بجديه قوي فتقل اوش على فكرة انا هدي فرصة كده عشان ايه ما تخافوش من الكاميرا كل واحد يتخيل نفسه واقف او قاعد بيكتب في حصة التعبير في الفصل خلاص بيقول جملة واحدة بس عن المرأة او واقف بيتكلم المجتمع عن رأيه في المرأة نبدأ ازاي نبدأ بمريم يلا خد المايك يا مريم مش انت عندك على فكرة في الفصل لغة عربية انا عايز اقول لكم على فكرة النهاردة امبارح كان يعتبر اليوم العالمي للغة العربية طبعا اللغة العربية الفصحى يعني فبمناسبة اللغة العربية احنا في حصة لغة عربية لمدة 3 ثواني خلاص كل واحد هيقول لي جملة كده عن المرأة المرأة تحب تقول عن ايه صفية زغلول المرأة بالنسبة لك يعني صفية زغلول يعني نقدر نقول المرأة هي القدوة مش كده طيب انا كنت متصور انت هتقولي لي كده جملة كمان كبيرة قوي يا مريم عن المرأة يعني مش انت الامل بتاع بكرة انت والبنات دول هم اللي هيخلوا بلدنا ان شاء الله احسن صح كده طيب انت لو في اي حاجه في بلدك مش عاجباكي هتسيبيها ولا تحاولي تغيري ويقول لك لا لا المراه او البنت مكانها البيت ما تقعدش ما تشاركش ما تشغلش نفسها بالكلام ده ما تعرضش نفسها لمشاكل هتقول لهم ايه قرب المايك ليك هتقول لهم ايه اللي يقول لك الكلام ده هتسمعي الكلام وتقعدي ولا تقولي لا البنت زي الولد لا اقول لا البنت زي الولد اكيد زي الولد في ايه بقى يعني ليها نفس الحقوق حقوق بس ولا عليها كمان واجبات مش كده مش تاخد بس حقوق لا تاخد حقوق وتعمل كمان عليها اللي عليها تجاه بلدها وتجاه اسرتها وتجاه كمان المجتمع اللي هي فيه يعني طيب كان رايك ايه في البنات اللي كانت بتنزل الثوره وكانوا موجودين في الميادين ويقعدوا يهتفوا كده كانوا بيقولوا ايه افكرك بس هفكرك بشرط ان انا وانتي وكل اصحابنا اللي معانا في الاستديو يقولوا نفس الكلام اللي كانت بتقوله البنوتات خلاص كانوا بيقولوا عيش حريه وعداله اجتماعيه بس كانوا بيقولوا كده بالراحه بالرقه دي ولا كان بقوه لا يلا واحد اتنين مريم هتقول اهي هتسمعنا يلا عيش حريه وعداله اجتماعيه حد سمع مريم لا هي المراه لما تكون بتتكلم في موقف يحتاج القوه والشجاعه تبقى قويه وشجاعه ولا لا قوية وشجاعة تبقى قوية وشجاعة ولا لا؟ قوية وشجاعة أنا عن نفسي أقرب بنات على فكرة شاركوا ومشاركتهم كانت قوية جدا وعلى فكرة من سنين كتيرة جدا قبل 25 يناير كانوا موجودين على فكرة كتف بكتف جنب الولد وبعضهم على فكرة كانوا بيبقوا متميزين عن الأولاد طيب صاحبتي جملة أو كلمة دور المرأة في أي مجتمع دور أساس المرأة دورها في المجتمع أساس دور أساس ولو لقينا المجتمع ما بيسمح لهاش تستسلم ولا تاخد حقها لا تاخد حقها تبقى زيها زي الولد مش كده ليه بقولك لأن أحيانا المجتمع بيسموه كده يقولك مجتمع ذكوري يعني ذكوري يعني إيه القرارات اللي بتتاخد فيه بياخدها الولاد أو بياخدها الرجالة فبيقول لا يعني هم لما ياخدوا قرارات هتبقى مش لصالح المرأة هتستسلم بقى وتسمع الكلام ولا تبقى واقفة وتدافع عن حقها لا واقفة وتدافع عن حقها نغم من فضلك لما تيجي تتكلمي دايما خلي المايك قريب منك عشان الناس تسمعي طيب سارة جملة عن المرأة لما تحب تتكلمي عنها تقولي ايه ببسمتك الحلوة دي انا لو مكانك اقول المرأة احلى بسمة في الدنيا المرأة ليها صفات مفيش اي حد في الدنيا له صفات زيها انت بتكلمي مين بقى بالكلام ده الرجل لا يعني دي رساله لكل الراجل بيتفرج على الحلقه مش شرط اديني فكره كده عن الصفات اللي موجوده في المراه
مش موجوده في حد زيها غير الابتسامه الحلوه دي. الرقه. ايوه دي واحد. والدلع. صعب ان انا الاقي راجل رقيق فعلا يعني، تبقى مشكله. تبقى في مشكله. والدلع ودي كمان انفراد. والوش البشوش. جميل. لا طب ما في راجل ممكن يبقى وشه بشوش صح ولا ايه؟ ولا انت شايفه ان الرجاله كلهم مكشرين؟ لا. طيب مش بابا لما بيجي يكلمك كده بيضحك وهو بيكلمك؟ اه. بيكون عايز منك حاجه يقولها لك بابتسامه؟ اه. صح؟ وانت كمان تنفذي بقى وانت مبسوطه. اه. مش كده؟ لكن لو انا مكشر هتبقى انت متضايقه، هتنفذي بس هتبقى متضايقه. طيب تمام. صديقتي ايه؟ منوره. ازيك يا ايه؟ كويس الحمد لله. جمله عن المراه. المراه نص المجتمع. نص المجتمع بس؟ بس في ناس بتقول مسؤول عن النص الثاني. فكري كده في الجمله كده. هي نص المجتمع. جميل. والنص الحلو. طب مش هي الام؟ هي الام وهي الزوجة والاخت وهي الحبيبه والأخت. وهي الاخت مش كده؟ وهي الزميله في المدرسه والخاله والجامعه والعمل مش كده؟ يعني هي نص المجتمع ولا النص والمسؤول عن النص؟ انت ايه رايك؟ الجمله اللي تعجبك انت ايه؟ هي انا شايفه المراه نص المجتمع. مالهاش دعوه بالنص التاني؟ لا ليه؟ ليها دعوه. ما هي المراه هي اللي بتخلف تجيب الصبيان الرجاله. تخيلي بقى لو نصين المجتمع مش متعاونين مع بعض، شكل المجتمع ممكن يعمل ازاي؟ يعني لو المراه ما شاركتش مع الرجل. لا لا لازم المجتمع يتحرك لقدام. أه؟ ولا يبقى في مشاكل؟ لا هيبقى في مشاكل. مش كده؟ اه. طيب روان امسكي المايك يلا وكلميني كده جمله. هي الحنان والرقه. رايك ايه بقى لو الحنان والرقه ده، يعني لو الحياه ما فيهاش الحنان والرقه، يعني كان يبقى شكل الحياه ايه؟ هتبقى مره. مش كده؟ هتبقى صعبه. اه. صح؟ يعني احنا محتاجين ده، ان الحياه يبقى فيها جديه وفيها حماس وفيها اراده كمان في الحاجات اللي احنا بنعملها، لكن واحنا بنعمل ده محتاجين رقه وحنان. اللي هتدينا الرقه والحنان ده مين؟ ماما. ماما. طيب تمام. رائدة الصحافة المصرية وقائدة الجيل من أهم كتاب مصر. أنت هتتكلمي عن مين؟ إيه المرأة. المرأة؟ إن في من المرأة ماشي من أهم كتاب مصر. بس أنا عايزك دلوقتي، أنت أنا عارف إن أنت مجهزة حاجات على فكرة ومختارة شخصية من الشخصيات المشهورة بتمثل المرأة. بس قبل ما نقول ده أنت قولي لي لما تيجي تتكلمي عن نفسك كبنوتة أو تتكلمي عن ماما أو تتكلمي عن تيتا تتكلمي عن طنط أي حد من قرايبك يعني تحبي تقولي للناس إيه؟ تحبيهم؟ تحبيهم ليه؟ عشان هما ماما وجدتي وكده. طب هما عندهم حنان؟ طبعا. مش كده؟ وعندهم رقة؟ وبيبتسموا؟ مش كده؟ وبيحبوكي؟ طيب بيشاركوا في بلدهم ولا لأ؟ طبعا. مش كده؟ مامتك بتشتغل؟ ها؟ بتشتغل وبتقدر توفق ما بين الشغل والبيت؟ مش قادرة؟ انت جاي النهاردة ضد المرأة ولا ايه؟ انت جاي ضد المرأة؟ طب انت زعلانة من حاجة؟ طيب يلا صاحبتي اللي بعدك. انت في المدرسة عندك بتاخدي لغة عربية؟ طيب المدرس بتاعك قال لك اكتبي جمله واحده عن المراه او عن البنات، تقولي ايه بقى؟ هقول له بصي له كده، بصي هو بيتفرج على الحلقه دي دلوقتي. المستر بتاعك اللي بتحبيه اسمه ايه؟ ده ميس. ميس اسمها ايه؟ حسينه. حسينه؟ طب هي شاطره وهي بتدرس لك؟ طيب يعني معنى كده ان المراه لما بتنزل تشتغل هي بتبقى كويسه ولا لا؟ تبقى كويسه طبعا. وشاطره؟ شاطره زي الولاد ولا تعلم اكتر؟ تعلم التلاميذ، تخليهم مجتهدين عشان ما يكبروا يكون لهم مستقبل جميل. طيب حلو قوي. قولي لي بقى المراه اما تحب تتكلمي عنها جمله واحده. يعني روان قالت حنان ورقه، اصدقائي هنا قالت ابتسامه جميله، وصديقاتي اتكلموا كمان على انها متميزه في مجالات كتيره. انت الام متميزه لانها بتشتغل وبتتعب وتحبنا يعني المرأة يعني اسلوب جميل قوي. المرأة اسلوب جميل قوي. انا عايز اقول لمشاهدينا الاعزاء ان احنا عندنا فقره اسمها خمسه سياسه، ومدام رانيا هتبقى معانا في فقره اسال
ماما بنحاول من خلال الفقره ديت ان احنا نقيس الام مديه قد ايه من وقتها بالنسبه لاولادها. بعض الضيوف اللي بيبقوا موجودين معايا بيقولوا نسبه 100%، وبعد شويه لما بنسالهم الاسئله وبيجاوبوا عنها وبنديهم درجه من 10 كل الحقائق بتبان قدام. فانا ذاكري ومش عايز فرحه تقول لك اي حاجه من المعلومات يعني. طيب انا كل واحده من اصدقائي هنا مجهزه معلومه عن بعض السيدات او النساء الشهيرات، مظبوط كده؟ هنتكلم معاكم من ابتداء ستنا حواء لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق سيدنا ادم وخلق من ضلعه حواء، والرحلة الشهيرة في الجنة حتى الهبوط، وكانت شريكة في كل هذه الرحلة، وكانت شريكة كمان في المسؤولية، أول أم في البشرية وأول من أنجبت في البشرية وأول زوجة في البشرية. كان في حد من أصدقائي مجهز معلومة عن حواء، وكمان أصدقائي مجهزين معلومات عن روزا اليوسف وصفية زغلول وسميرة موسى وأم كلثوم ونبويا موسى، مظبوط كده؟ فاطمة وهو ده شعراوي، فين فاطمة؟ هي فاطمة اللي هتاخد دي. ادي لها المايك. انا هقعد جنبك كده عشان اسمع منك واتعلم منك بعض الكلام المهم. لا لسه ما قالتهاش. رائدة الصحافة المصرية هو امسكي بس الورقة كده. رائدة الصحافة المصرية الأول. قبل ما تقول، مين اللي يعرف معلومات عن روزا اليوسف؟ في حد يعرف معلومات عنها؟ ما حدش خالص خد مثلا او هو بيعمل سيرش على النت كده قبله الاسم وقرا معلومه خالص يا روان؟ طيب احنا عايزين نتفق اتفاق، الحلقه اللي احنا هنعملها مع بعض هيبقى فيها معلومات انتوا عارفينها ومعلومات انتوا مش عارفينها. نروح، مش كلنا عندنا كمبيوتر في البيت؟ مش كده؟ او عند حد من قرايبنا، نقعد ان شاء الله حتى نص ساعه ندور كده ونجيب بعض المعلومات على اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الحلقه، وناخد المعلومات ديت ونحطها في ورقه تبقى معانا كده لما يجي لنا موضوع تعبير في الفصل ممكن ان احنا نبقى نبص في الورقه دي. خلاص؟ طب يلا اتفضلي. رائده الصحافه المصريه وقائده الجيل، من اهم كتاب مصر؟ من اهم كتاب مصر. من اهم كتاب مصر. الكتاب غير الكتاب. من اهم الكتاب. من اهم كتاب مصر. هي على فكره كمان كانت رحله مهنيه في مجال الصحافه والادب والفن، يمكن كان تميزها الاساسي في مجال الصحافه، ويمكن كمان مش بس ان هي كانت بتكتب، هي عملت صناعه، يعني صناعه وعملت اصدار صحفي في يوم من الايام كان بيعتبر علامه بارزه في مجال الصحافه. اتجوزت الفنان محمد عبد القدوس وانجبوا الاديب المشهور احسان عبد القدوس، وكانت على فكره ليها بصمات كبيره جدا وتاثير على شخصيه الاديب احسان عبد القدوس. مين منكم يحب يشتغل في الصحافه؟ ومين منكم اصلا يعرف يعني ايه مجال صحافه؟ قولي يا سلام يا ساره. مجال صحافة. عارفة يعني ايه صحافة؟ عندنا يعني انشطة في المدرسة فيها مجال صحافة. طيب من خلال الإذاعة المدرسية والصحافة المقروءة في المدرسة؟ لما بيطلعوا في الطابور يعني؟ ولا دي حصة بتدرسي فيها من خلال المدرس؟ هي حصة وساعات بيطلعونا في الإذاعة. بتبقى يعني لو جات لك فرصة تشتغلي في المجال ده تبقى مبسوطة؟ ايه بقى اللي بيعجبك فيه؟ هي بتبقى عبارة عن حديث ما بين كذا شخص. وفي بقى انواع للحديث زي مثلا طب انت عملت عني حديث وانا واحد من المسؤولين واتصلت بيكي مكالمه مهمه جايه لك اهيت هتستقبليها. الو ايوه استاذه ساره. انا الوزير ابراهيم ابو زينه، ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه اللي انت كاتباه ده؟ زفت كلام ازاي وايه ده؟ في ايه بالظبط؟ مش بتشوفي قبل ما تكتبي الكلام ده؟ كتبت ايه؟ ازاي تتجرأي تنتقدي ادائي؟ انت عارفه انا عملت ايه؟ انا صانع تاريخ في البلد دي. ازاي بتعملي كده؟ انا قلت الحقيقه. حقيقه ازاي؟ بس الحقيقه هتكلفك كتير. هتكلفك شغلك. ايه ده؟ ده انا عمال بشخط وبعمل كلام جامد قوي وانت عماله بتقابلي كل ده بابتسامه؟ اخر كلام انا قلت لك هتكلفك شغلك. واخر مره على فكره انا قلمك ده هكسره لك. انا كتبت اللي انا شايفه. لو واحد عايز يقهر المراه وعايز ان هو يحرمها كمان من حريتها وعايز يحرمها من يتكلم في الحريه، لا وتقول الحقيقه، المفروض عايز الحقيقه على مزاجه هو، المفروض المراه زي الرجل وتقول الحقيقه حتى لو هتخسر ايه. مراه زي الرجل ايه؟ ايه الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ المجتمع يعني راجل. اسمعي الكلام وتنفذي. المراه نص المجتمع.
يعني هي كده اقنعتني خلاص كده. بس هي مهذبه على فكره ورقيقه كمان، بس ما استسلمتش على فكره. ايه رايكم تطلعنا فاصل؟ ايه رايكم طلعنا فاصل؟ ناخد فاصل من ساره. يلا بص للكاميرا بتاعتك كده وقولي فاصل، ونرجع حلقتنا اسمها ايه؟ شقاوة. الحلقه اسمها نص الحلو، البرنامج اسمه شقاوة، والحلقه اسمها نص الحلو. الحلو الحلقه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نص الحلو. اسمها النص الحلو. يلا ناخد فاصل ونرجع لكم. معذورهناش لو خبتها من العيد للعيد، معذورهناش لو خبتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيه ازمه وتسعيرته بالبيت. عشر قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس، علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس، ان قلت حبيبه امها وشها يحمر، وان قلت لك يا بطه تخزمني شهر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر، لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتار، والبنت والسمر هيتدار ويتدار ويتدار، والحب هتحصل فيه ازمه وتسعيرته بتزيد. الأول وأكبر توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر، قلب الأم حيفضل زي الأول وأكبر، لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتار، والبيت والصغر حيتدار ويتدار ويتدار، والحب هتحصل في أزمة وتسعيرته بتزيد. أمورت الحلوة بقت بيسالوني اثناء توجيهات المخرج ليا مين عمو اللي بيتكلم ده وبيشتغل ايه، فانا قلت لهم اخراج. الاخراج على فكره واحد من المجالات في شغلنا هنا، موجود فيه مخرجين ولاد متميزين جدا، وموجود كمان مخرجات، وعندنا كمان من ضمن كل شغلنا مهنه الاعلام عموما فيها بنات وفيها ولاد، والاثنين على فكره متميزين جدا. في حد هنا يحب يشتغل في الاعلام؟ انت اللي كنت بتسالي تحب تشتغلي مخرجه؟ عارفه الاول يعني ايه مخرجه ولا اقول لك انا؟ عشان لو حبيتي احنا ممكن على فكره نعينك هنا في القناه. مخرجه هي اللي بتبقى مسؤوله عن تجهيز العمل ده، الاضاءه والديكور، وتتعاون مع زملائنا المصورين، وتتفق مع المذيع هنتكلم في ايه، وتقعد مع اسره التحرير هنتكلم في ايه، وتجهز الفواصل بتاعه الحلقه لحد الحلقه من البدايه لحد النهايه. ده شغل يعجبك ولا ما يعجبكيش؟ يعجبك؟ تحب تشتغلي مخرجة؟ طب يلا بصي قولي بقى لكل اللي بيتفرجوا دلوقتي كده، بصي الاستاذ حماده اهوت، قولي له استعد يا استاذ حماده يا مدير التصوير. استعد يا استاذ حماده يا مدير التصوير. استعد يا استاذ امجد يا مدير التصوير. استعد يا استاذ امجد يا مدير التصوير. الكاميرات بتاعتكم كده تمام؟ الكاميرات بتاعتكم كده تمام؟ مسؤول الاضاءة. مسؤول الاضاءة.
شوف شغلك. لا شوف شغلك. لا مسؤول الإضاءة. مسؤول الإضاءة. الديكور. الديكور. خلاص المعدين. المعدين. كله عندي هنا حالا. كله يجي عندي هنا حالا. المخرجين أحيانا بينكشوا شعرهم كده. إيه رأيك تعملي كده؟ تعملي كده؟ ها؟ لا. قولي لهم يلا أسرة التحرير فين السكريبت بتاع الحلقة؟ أنا عايزة. يلا قولي أنت كملي. قولي لهم يلا. قولي لهم فين السكريبت بتاع الحلقة؟ إحنا بنتكلم في إيه؟ فين السكريبت بتاع الحلقة؟ بنتكلم في إيه؟ فين المذيع؟ فين المذيع؟ كله في مكانه. المذيع أه. أنا المذيع طيب. تمام كده. طب بصي بقى بما إنك أنت ماسكة كده أنت الإضاءة وأنت المخرجة. احنا عندنا على فكره زميله عزيزه من زميلاتنا المتميزات في الاعلام عيد ميلادها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي فهنقول لها كل سنه وانت طيبه. قول لها اسمها اميره شكري. يلا كل سنه وانت طيبه يا اميره شكري. وتيجي بدري يا اميره شكري. وتيجي بدري يا اميره شكري. ايوه كده. طيب واحنا بنتكلم عن المتميزات في العمل النسائي بشكل عام على فكره واللي ادوا جزء كبير جدا من حياتهم لبلدهم وخدمه بلدهم، احنا هنرجع شويه بالتاريخ كده شويه. احنا اتكلمنا عن ستنا حواء، مش انتوا كلكم عارفين حواء؟ دي اصل البشرية مش كده؟ واول امرأة واول زوجة واول ام في التاريخ وشريكة سيدنا ادم في التواجد في الجنة ثم شريكة الكفاح بعد ما هبطوا للارض. في بقى اثناء الحياة والحياة فيها كل حاجة، فيها الحلو وفيها كده، في من كتر التميز والاخلاص على فكرة لوجه الله تعالى في بعض النساء بيقولوا عليهم النساء المبشرات بالجنة. مين بيحب الجنة؟ كلكم بتحبوا الجنة؟ اه. طب روان تقول لنا بتحب الجنة ليه قبل كده ما نعرف المبشرين بالجنة مين؟ يلا. عشان ربنا طبعا فيها وفيها كل حاجة حلوة وكده. ربنا موجود في كل مكان. فيها كل حاجة حلوة. تحب تخش الجنة؟ طيب وتحب الناس اللي انت بتحبيها تخش معاك الجنة؟ يا ريت. هتاخدي مين بقى معاك الجنة ان شاء الله؟ ماما واختي وبابايا كل عيلتي. انا معاك اهوت من الصبح روان فيه. يعني هتروحي مع كل دول الجنة وتسيبيني انا؟ ها؟ لا وحضرتك كمان. الله يخليكي، ادعي لي بقى. طب يلا نسمع كده دنيا. دنيا عندها معلومه عن المبشرات بالجنه. ازيك يا دنيا؟ انا اقوم كده عشان الكاميرا تجيب الوجه الحلو ده. ممكن بقى تشتغلي شويه كده مذيع انت بقى وتقولي للمدير التصوير خش عليها كلوز، يعني قرب عليك كده عشان وشك يبقى جاي على الكاميرا. يلا. انا على طول دنيا حافظه على طول. لو ضحكت معايا يمكن هتتلخبط شويه. طب يلا اتفضلي. النساء المبشرات بالجنه. واحد مريم. المبشرات لا المبشرات. المبشرات يعني ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالجنه. النساء المبشرات بالجنه. المبشرات. النساء المبشرات بالجنه. مريم ابنه عمران، خديجه بنت خويلد، عائشه بنت ابن عائشة بنت أبي بكر. أيوة. فاطمة فاطمة بنت محمد. المرأة السوداء التي اشتكت للرسول ووجدت وصبرت. طيب أنا 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 هسقف تسقيفة كبيرة جدا وكلنا هنسقف تسقيفة كبيرة جدا اللي يقول لي معلومة عن ستنا مريم بنت عمران. مين اللي يعرف معلومة عنها؟ مين اللي يعرف معلومة؟ أيه تعرف معلومة؟ ستنا مريم. طب يعني هي انجبت احد انبياء الله، تعرف اسم مين النبي؟ لا انا ما درستهاش قبل كده. سيدنا عيسى عليه السلام. وكمان جزء على فكره من عقيدتنا بيكتمل بايماننا بكل الرسل، يعني المسلم اللي عارف دينه صحيح حتى يكتمل اسلامه وايمانه لازم يكون مؤمن بكل الرسل اللي سبقت سيدنا محمد عليه السلام، وكمان مؤمن بكل الكتب السماوية اللي سبقت القرآن الكريم. حد يعرف يقول لي مين أسماء الأنبياء، يعني بعض الأسماء الأنبياء اللي سبقوا سيدنا محمد؟ سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى أيوة وسيدنا إبراهيم ويعقوب وإلياس إبراهيم، وكل دي أسماء أنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا كمان إن شاء الله في صحبتهم بإذن الله يوم القيامة ونخش الجنة مع روان. طيب مين يقول لي كمان خديجة بنت خويلد، مين اللي عنده معلومة عن خديجة بنت خويلد؟ معلومة واحدة بس. نغم. ستنا خديجة بنت خويلد أول زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام وكانت حبيبته وتقاسمت معاه على فكرة بدايات الدعوة مع الرسول واللحظات الصعبة
الكبيره جدا اللي تعرض ليها والمحن الكبيره اللي تعرض ليها. تفتكروا المشركين كانوا رحماء بالرسول يا نغم في البدايه ولا اذوه؟ قرب المايك معاكي. اذوه وتعرض لمشاكل كبيره جدا. الواحد لما تعرض لصعوبات ولما تبقى فيه جنب منه امراه عندها حنان وعندها حنيه كده، تفتكر الحياه تبقى احلى ولا لا؟ مش كده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كانت زوجته في البدايه اول زوجاته هي السيده خديجه بنت خويلد، وهي كمان ام معظم اولاد الرسول عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ من ضمن بنات السيده خديجه فاطمه بنت محمد اللي قالت عليها دنيا ان هي واحده من المبشرات بالجنه. رانيا كمان على فكره، رانيا عندها معلومات. انت مجهزه لنا معلومه عن مين من المتميزات يا رانيا؟ نبويه موسى. خلي بالكم بقى من الكلام اللي هيتقال ده، لانه كلام يهم كل اللي بيتعلمه، لان كان ليها فضل كبير جدا على مجال التعليم. يلا قول يا رانيا. احدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي من اوائل القرن العشرين، من رائدات العمل الوطني لتحرير المراه. اول ناظره مصريه قامت بانشاء مطبعه مجله اسبوعيه. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنقول عليها ان احنا بنتكلم على مجتمع واحنا الاثنين شركاء في المجتمع ده، هوت هل ينفع ان المراه تسيب الراجل لوحده وينفرد بالقرار؟ لا. ينفع؟ لا. طب ولو خد قرارات غلط تسكت؟ لا. طيب الراجل هينزل يقول رايه في الدستور بس بعد ما يقراه، المراه تقعد في البيت؟ لا. تعمل ايه؟ تنزل برضه. تنزل الدستور ولا تقعد في البيت يا روان؟ تنزل. تنزل. ولو حد قال لها ما تنزليش تتناقش معاه ولا تستسلم للموضوع؟ لا تتناقش معاه. طب يلا كلنا مع بعض كده نقول للمراه في صوت واحد، اقري الدستور، اعرفي المواد بتاعته وانزلي قولي رايك. يلا مع بعض، اقري الدستور، اعرفي المواد بتاعته وانزلي قولي رايك. ما تسمحيش لحد ياثر عليك، لا يقول لك قولي نعم ولا تقولي لا. كوني رايك بعد القرايه. وهناخد فاصل ولا لا؟ يلا كلنا مع بعض هنقول فاصل ونكمل حلقة النص الحلو. يلا هناخد فاصل ونرجع نكمل حلقة النص الحلو. فاصل ونرجع نكمل النص الحلو. خسارة كل اللي اتبنى ده نهد فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكرة جوه بالك. خلي بالكم واحنا بنتكلم عن النص الحلو واحنا بنحاول نحرض المرأة ان هي ما تستسلمش ولا تسيب حقها. الراجل ممكن يدفع ثمن غالي قوي للتحريض ده، بس احنا لازم نقول الحق والعدل. كمان لازم على فكره احنا بنقول حلقتنا لازم يبقى فيه تاكيد ان احنا ما ننساش ان كل الثورات المصريه بالذات على فكره 25 يناير والموجه بتاعتها في 30 يونيو، المراه كانت موجوده ولا لا؟ كانت بتشارك ولا لا؟ بتشارك. كان جنب الراجل ولا لا؟ كان جنب. واحيان كتيره جدا كانت بتبقى سابقه الراجل على فكره، وبتتعرض لمخاطر. كل ده علشان بلدها تبقى افضل واحسن وتلاقي مكان يليق بيها. احنا عندنا كلام عن روزا اليوسف قلناه، وعندنا كلام عن صفية زغلول وسميرة موسى ونبوية موسى وام كلثوم. فاطمة قالت، فين فاطمة؟ فاطمة قالت صح كده؟ طيب انت آية كمان مجهزة هدى شعراوي، يلا قلنا كده بعض المعلومات كده يا آية. دول المايك. كلكم بردانين؟ هدى شعراوي ناشطة مصرية في حقوق المرأة، فهي أول من نادت بتحرير الست المصرية. أسست جمعية اسمها الاتحاد النسائي المصري، والتي كان هدفها هو رفع مستوى المرأة الأدبي والاجتماعي لتكون جانبها إلى جانب مع الرجل في حقوقها وواجباتها، وكانت حريصة على حماية المرأة من الظلم، فطالبت برفع سن الجواز إلى 16 سنة على الأقل،
وطالبت بفتح أبواب التعليم العالي للبنات، وطالبت بمشاركة الست في الانتخابات، قادت أول مظاهرة للنساء ضد الإنجليز، ونادت بالإفراج عن سعد زغلول في مظاهرة نسائية مكونة من 300 مصرية في ثورة 1919. طيب كمان نغم على فكرة مجهزنا واحدة من الرائدات في مجال العلوم. عايز اقول لكم على فكرة مصر انجبت متميزات جدا على فكرة في مجال العلوم، حتى في مجال علوم الذرة اللي هي تعتبر من اهم ومن اخطر ومن ادق المجالات، كان عندنا من زمان قوي على فكرة، يمكن مع بداية وجود الكيان الصهيوني اللي هو اسرائيل كانت على طول انشأت ما يسمى بهيئة الطاقة الذرية، وهي واحدة من العالمات المتميزات اللي دفعت حياتها في سبيل حبها لبلدها. كملي يا نغم. سميرة موسى ولدت في قرية سنبل كبرى مركز زفتة محافظة الغربية، وهي أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد وجامعة القاهرة حاليا. كانت عاوزة مصر يبقى عندها سلاح نووي زي إسرائيل. بعد 3 سنين استخدمت تفتيت المعادن الرخيصة وأصنعت قنبلة ذرية. طيب تماما. سارة سريعا كده قولي لأم كلثوم، وعايزة بقول أم كلثوم واحدة من الفنانات على فكرة صاحبة الصوت المتميز جدا، وكان ليها جهد مهم جدا في الإعداد بعد كده الحرب بالاستنزاف بعد هزيمتنا في 67. يلا سارة بسرعة عشان احنا نسأل ماما ونشوف مدام رانيا مجهزنا ايه من الأسئلة من الإجابات. أم كلثوم كانت في تميز ظهيرة في الغربية، هي كانت مطربة مشهورة، كانت مطربة مشهورة وكان ليها أقوى صوت في العالم، وغنت أغاني وطنية عشان غنت أغاني وطنية وحمست الجيش، وعملت حفلات خارج مصر وتبرعت للجيش بالأجر بتاعها. طيب جميل قوي، تسقيفة كبيرة جدا لكل النساء المتميزات، وتسقيفة كبيرة لكم كمان جدا، أنا مبسوط بيكم جدا. انتوا بقى حكام في الفقرة ديت، فاضل لها حوالي 3 دقايق ونستغلهم بسرعة بسرعة. مدام رانيا ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسة. مديها قد ايه من وقتك للبيت؟ يعني 70%. نصيب ولادك من 70%؟ 65%. والخمسة في المية للزوج؟ فعلا، ايه العدالة الجامدة دي؟ طيب ازيك يا فرح؟ انت كويسة؟ اتكلمتي مع ماما في الموضوع بتاع الفقرة دي ولا قلت لها معلومات؟ ما قلتلهاش، انا مصدقك. كلكم انتوا الحكام هنديها كام من 10، انتوا اللي هتحددوا، اتفقنا؟ اول سؤال وبسرعه الاجابه، تاريخ ميلاد فرحه؟ 4/3. 4/3 سنه كام؟ 2005. اخر كلام؟ يوم ايه؟ يوم الجمعه. فاكره الاسبوع؟ لا. الاسبوع الاول من اي شهر؟ لا. طب يوم الجمعه برضو يا اجابه. ادي درجه، ادي درجه، احسبوا معايا بسرعه. في سنه كام؟ ثالثه. كام؟ ثالثه اول. ادي اجابه صحيحه. احسبوا، بتقعد جنب مين في الفصل؟ جنب بسنت. روان؟ لا. وروان. تمام، اجابه صحيحه. صاحبتها الانتيم؟ بسنت. بسنت. مدرسها المفضل؟ المدرس مستر رضا. انا مش عارف. ما هي بتحب اتنين يعني. اخر كلام ناجي. بسرعه مستر ناجي. مستر ناجي اجابه صحيحه. الماده المفضله؟ العربي. الانجليزي؟ لا يعني الانجليزي والعربي الاثنين هنعتبرها اجابه صحيحه ولا لا؟ ولا ندي نص درجة عليها؟ صحيحة؟ تمام. المادة اللي مش بتحبها؟ شوية حساب. حاولي تحل لها المشكلة ديت، حساب صحيح. أكلتها المفضلة؟ الملوخية. ملوخية، حضرتك بتحب الملوخية كمان؟ لا. هي الوحيدة اللي بتحبها يعني، بتفرض على البيت كله الملوخية. طيب ملوخية بالأرانب ولا؟ ما تفرقش بالنسبة لها. بالنسبة لها ملوخية. تمام يعني. أكلة مش بتحبها؟ أكلة مش بتحبها؟ إيه؟ هي المنبار. الإجابة غلط. المنبار. بترتب سريرها؟ بترتب سريرها. مظبوط. بتغسل سنانها؟ كتير. تمقاس حذائها؟ 34. أسرارها بتقولها لمين؟ ليا. المطرب المفضل؟ تامر حسني. أغنية المفضلة؟ عمرها حصلت لك دي. مظبوط. اللون المفضل؟ الأحمر. الأحمر. النادي اللي بتشجعه؟ الأهلي. نفسها تبقى إيه؟ نفسها تبقى حاجات كتير قوي. لا يعني رقم، اختاري لي امنيه او وظيفه عشان احنا نحدد الدرجه بتاعتها. هي مهندسه. تبقى مهندسه. عايزين تسيفه كبيره جدا لمدام رانيا، ونديها كام من 10؟ 10. 10 من 10.
شرفتينا، شكرا لك يا فرحه ان انت التزمتي على فكره وما غششتيش ماما ولا قلت لها بعض المعلومات اللي ممكن تساعدها في الاجابه. اشكرك ان انت مديها جزء من وقتك، بس ال 5% بتوع الزوج دول يعني حاولي تزوديهم شويه. شرفتينا وشكرا جدا جدا. اشكركم مشاهدينا الاعزاء. عايز بس ان انا اكد على فكره ان هدفنا الاساسي من الحلقه ديت ان احنا نكرم المراه اللي ربنا سبحانه وتعالى والاديان السماويه كرمتها، حتى على فكره في المواريث على فكره الدين الاسلامي انصفها وده مميزات كبيره جدا. يهمنا جدا كمان ان المراه اذا كانت حققت بعض المكتسبات وخدت بعض الحقوق ان هي ما تفرطش في حقوقها، تتمسك بيها بقوه واراده وتبقى عارفه ومتاكده وتمارس على الارض ما يؤكد ان هي نصف المجتمع الحلو ومسؤوله كمان عن النص الثاني. وزي ما رفيقات ليها شاركوا في ثورة 25 يناير ثم في 30 يونيو وكانوا موجودين في كل الميادين، كمان على فكرة تنزل وتكمل وتحاول انها تنتزع الحقوق اللي الثورة نادت بيها والأهداف اللي الثورة أعلنتها، وهي عيش وحرية وعدالة اجتماعية. عيش وحرية وعدالة اجتماعية لكل المجتمع، رجل ومرأة، ودايما الراجل يكون جنب إلى جنب جنب النص الحلو. شكرا. Thank you.